السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي في كل مكان حوالين العالم. النهاردة فيديو جميل اوي فيديو ممتع. انا عايز اقول لك اللي في اسغاليل هتتفتم في حمام جبناه جديد. هوريكم حاجات كتير جدا، هوريكم اسغاليل حلوة كويسة. يلا نبدأ على خيرة الله ونبدأ ونقول بسم الله. يلا بينا شباب. بص يا شباب، اول حاجة كده هنبدأها معانا الزغاليل دي. ده زغلول بنفسجي جبناها نربيه، وده الزغلول المسود. عارفينه انتوا طبعا اللي انا كنت باكله ومكبره كده، الحمد لله اعتمد على نفسه وحطيناه مع البنفسجي. البنفسجي دوت هنربيه تمام، بيت جامد، بيت حلو قوي. طبعا ده بتاع اخويا حمو، هناخده نربيه. طلعت نتايه، طلع ذكر، ربنا يكرمنا فيه. وادي المسود اهو، بص المسود طلع ذكر، هنربيه. الربي الدكر دوت ليه يا رجاله؟ انا عايزك ما تستعجلش على بيع الزغاليل، عايزك تعمل بيوت لنفسك، تعمل بيوت لنفسك. مش كل زغلول يطلع عندك تجري تبيعه، ده كده انت مش هتعمل بيت اساسي لنفسك وبيوت لنفسك. احنا دلوقتي هنربي الزغلول ده، وربنا كرمنا تاني بزغلول ولا حاجه، يبقى عملنا قص من ورا القص التاني وبيت جامد وحاجه محترمه وحاجه كويسه تمام. احنا جبنا ايه تاني بقى يا شباب؟ جبنا النتاية دي، جبنا النتاية الصنفر دي، نتاية حلوة. وهقول لكم على اسعار الحمام اللي احنا اشتريناه، النتاية الصنفر دي لسه عيلة صغيرة، لسه مخلصة ريش تمام. نتاية حلوة اهي، هنديها للدكر الازرق اللي نتايته ماتت. هو دلوقتي احنا هنسيبها بس دلوقتي تمام. النتاية اهي، نتاية صنفر حلوة. اقول لكم اسعار كل حاجة دلوقتي. طبعا هنديها للدكر الازرق. بص كبر الزغلول اهو، ده زغلول ازرق جماعية يا ابنه. بص عامل ازاي، هو اللي بيأكله لوحده تمام. الزغلول ده هيكبر وهنديله النتاية، طبعا هو قايم بالزغلول لوحده. في هنا بقى هقول لكم كل حاجة. في هنا طبعا القص محضر بيضة اهو، قاعد على الحصى وقرب يفك، بس الزغاليل، قد ايه وبتاكل لوحدها. ربنا يبارك، بص الزغاليل بتاكل لوحدها. ايه الزغاليل بتاكل مع اهاليها. الزغاليل لسه، بص تعال نطلعهم كده، بص الزغاليل لسه، ده زغلول استرالي تمام. ادي زغلول اهو، بس عامل ازاي، امه ايه دي، امه تمام. هنجيب لكم الزغلول التاني، في كام زغلول حلوين ما شاء الله ربنا يكرمنا فيهم. ده زغلول لبلق الاخضر، ده زغلول لبلق اخضر اهو، دي طلعنتاي تمام. اخوها هوريه لكم دلوقتي، اخوها اهو هنطلعه برضو. بص عامل ازاي الزغلول، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بس الزغلول بسم الله ما شاء الله، بس الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الزغلول اللي طلع عندنا هنوريها لكم كلها. ده اخوه، دول اخوات، بس الدكر، بيطلع ريعن قوي 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 قوي، الله اكبر عليهم ما شاء الله. في كام زغلول تاني، ودول اللي احنا ممكن نفديهم. ده زغلول اهو، بص الزغلول طلع ايه، خليكم معانا عشان بصور لوحدي. بص الزغلول طلع ايه، طلع عامل ازاي. ادي كتف الزغلول اللي عندنا، ربنا يبارك للجميع، بص طلع جتته عامله ازاي. هوريكم اخوه الشقافه بقى، اخوه حلوه قوي، ده بقى اللي احنا ممكن، ايه نفديه مع الزغلول اهو. طبعا ده هنبيعه هو واخوه، هنبيع الاسترالي ده، هنبيع الزغلولين البلق دول تمام، هنبيع كل ده، بس لسه لما يكبروا شويه. شفتوا الزغلولين هم قد ايه وبياكلوا لوحديهم مع اهاليهم. ادي شويه الزغلول اللي عندنا، هنجيب لكم الزغلول البنفسجي. طبعا انتوا عارفين اللي احنا هنربيهم. وادي الزغلول اللي مسود، بص لو اكبر عامل ازاي ما شاء الله. ادي الزغلول المسود اهو، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. وادي الزغلول البنفسجي، بص عامل ازاي،
الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وادي الزغلول البنفسجي، طلعهم كده واحنا قاعدين يتهووا، تمام. طلعهم ادي كده في الزغاليل اهو اللي عندنا يا رجاله، تمام. ربنا يبارك يا رب ما شاء الله. جبنا ايه تاني بقى؟ جبنا دكر شخشولي، جبنا دكر شخشولي وادينا له النتاية الشخشولية السودا دي. ادي الدكر اهو، تمام، ادينا له النتاية الشخشولية دي. الدكر ربنا يكرمنا فيه، ادينا له السودا دلوقتي، ادينا له السودا دلوقتي، وبعد كده احنا هنشغل الدكر ده على النتايتين الشخشلة، هنشغلهم على النتايتين الشخشلة. طبعا هم حصوا لوحديهم ما شاء الله. النتايه خدته هنا، لسه جايبه يوم الجمعه، جايب الدكر ده والنتايه يوم الجمعه، تمام. اشتريناهم من السوق، طبعا النوتي زيفه اديناه له خدها، تمام. بعد ما ظبطناهم ده كده الحمام الجديد بكل حاجه ان شاء الله. طبعا القص ده محضر على بيض اهو ما شاء الله. وادي السكرتات اهو، تمام. وادي الخضر، الاب والام، الزغاليل. وادي القص دوت طبعا عايز استحمى وهنعمل فيديو ان شاء الله. وادي الكركات بيزق حلو قوي قوي قوي، هنخليهم بس الكركات دي هنفتح لهم، هنحط لهم، هنحطهم في باب ارضي، هنحط الكرك ده في باب ارضي كده وباب تاني، ونحفظهم الباب ونفتح لهم يظبطوا الدنيا. طبعا احنا ايه ظبطنا الدنيا كده، احنا حطينا القص الحمر، الناس اللي هتسالنا على القص الحمر حطيناهم هنا. طبعا بابهم باب الشخشله اللي هو دوت، حطينا القص الحمر هنا اهو، تمام اهو يا شباب. طبعا احنا عندنا هنا لسه نتال قشر بندق اهي، بدات تقوم وبدات تفوق اهي، كانت جايه مشقوفه قوي 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 قوي، اديناها طبعا مطهرات وبتاع والكلام ده كله، وبدات تظبط نفسها. والنتال البنيديه خلصت قلش اهي، وادي النتال الشخشوليه اهي. هنشغل الدكر على النتايتين دول بامر الله، هنجرب الدكر الاول مع السودا وهنشغل ايه النتايتين عليه. النتايتين جامدين، تمام، وكانوا بيجروا في حمام. وادي النتايه الصنفر هنا، النتايه الصنفر ديت يا رجاله جبناها ب 50 جنيه. النتايه الصنفر دي جبناها ب 50 جنيه، الدكر جبناه ب 150 جنيه بالعافيه، يعني الدكر جبناه بالعافيه ب 150 جنيه. وادي شويه الزغاليل اهم، تعال نرجعهم. زغلول زغلول كده مع بعضينا تحت اهاليهم، رجعهم تحت اهاليهم ايه، زغلول زغلول. وادي الزغلول لبلق الاخضر اهو، ادي الزغلولين، تمام. نحط الزغلول اللبلق الاخضر هنا، الزغلول ده هنبيعه. الزغلولين دول بياكلوا لوحديهم يا شباب، الزغلولين دول بياكلوا لوحديهم، اللي محتاجهم بقى يكلمني. الزغلولين دول عاملين 150 جنيه، الزغلولين ب 150 جنيه، الزغلولين دول ب 150 جنيه، تمام. هما دول ايه اللي جاهزين معانا، تمام. ادي الحمتين وهم، وادي شويه الزغاليل. طبعا الزغاليل ديت حافظه ببنها وبتنزل مع اهاليها اهو، وبياكلوا وبيشربوا مع اهاليهم كل حاجه، تمام. ده الزغلول بنفسجي اهو، احنا مطلعين الحمتين يتهووا، مطلعين الحمتين يتهووا، ونحفظ الزغاليل ببان وكل حاجه بامر الله خير. معانا القص دوت اهو، فك مطلعين زغلولين، ربنا يكرمنا فيهم بامر الله، ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. ثواني يا رجاله احنا نرجع لكم.